وعجبني كيف انتم بتعالجوا هاي القضايا، كيف بتعرضوها للعالم. والله يعني بتعجبني الاشياء اللي بتطرحوها للمجتمع، وكثير بشوفها انه بتأيد القضيه الفلسطينيه يلي هي قضيه كل واحد عنده كرامه، فيها مصداقيه موضوعيه وبتنقل اخبار شعبنا. يعني الصراحة أنا شفتكم على الإنستغرام، كتير حبيت الإشي واهتميت بالموضوع، وعجبني كيف أنتوا بتعالجوا هاي القضايا، كيف بتعرضوها للعالم. طبعاً أنا متابع لكم على الصفحة على الإنستغرام، والله يعني بتعجبني الأشياء اللي بتطرحوها للمجتمع من ناحية فلسطين ومن ناحية المسلمين والمسيحية. طبعاً إحنا شعب واحد، فكتير بعجبني هذا الإشي إنه برنامجكم يطرحوا يعني للشعب عامة، وما تهمش كتير شغلات جانبية. أنا كمتابعة لهي الصفحة كتير بعجبني محتواها، وكتير بشوفها إنه بتأيد القضية الفلسطينية يلي هي قضية كل واحد عنده كرامة، كل واحد عنده كرامة هي قضيته، هاي كل واحد عنده شرف هي بتكون برضو قضيته، ولا بأيدش هاي القضية يعني لوش وجوده بالحياة، لأنه هاي إلنا، هاي قضيتنا فلسطين، يعني ولا إنه بتخسرش، احنا دائما ربحانين غصب عن العدو، ودائما القدس تبقى عاصمه فلسطين. انا بتابع منصه الجرمك من زمان، يعني 3 سنين من اول ما بلشت، وهي يعني الصفحه اللي بيعجبني فيها مصداقيه موضوعيه وبتنقل اخبار شعبنا يعني، وهذا كثير الشيء بيعجبني، يعني مش بكل القنوات بتلاقي هالشيء، وهذا هو سبب نجاح هاي القناة. أنا الصراحة الصفحة إسا تعرفت عليها وتعرفت إنه شو هي أكثر بتقدم، وإحنا حتى نفس الشيء اللي إحنا منتابعه. إسا أنا بالنسبة إلي إنه الصفحة كل الاحترام إلها، وبالعكس هذا المطلوب للشعب الفلسطيني بالذات، وإنه تظلها ماشية على هذا المبدأ، عشان بكرة الناس لما تشوف الصفحة تكبر العدد ويكبر الناس، انه تفتح مخها انه فلسطين ما ضاعتش ولا رح تضيع، رح تظلها موجوده غصب عن العدو. فلسطين إلنا، وغصب عن اللي بيقول لا، وده تبقى إلنا، ورح تتحرك.